بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده مشروع بناء برج حمام الفخارة الكبيرة، ومعانا المعلم محمد، وده من الدلنجات بحيرة مصر، وده راجل محترم. الله يخليك يا عم الحاج. وبيبنينا مشروع برج حمام، وده من ضمن الشغل البيطري بتاعنا. طبعا الحمام والفراخ والاسماك دي من ضمن الشغل تعالى اوريهم البيطري الشغل برضه يا بتاعنا. عم محمود من غير قطع كلامك. اتفضل يا عم محمد. انا اوريهم الشغل معانا اهو. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده اهم حاجه تكون الفخاره الكبيره دهيت. مش اي حد مثلا يقول لك الفخاره الكبيره دي فوائدها ياما، بتشيل الحمام البيتي وبتشيل الحمام البري وبتشيل جميع الحمام. يعني بسم الله ما شاء الله اهم حاجه تكون الفخاره الكبيره، تمام. فدي بسم الله ما شاء الله هو زي ما انتم شايفين الشغل. الشغل ده هو لسه ما خلصش، دي احنا لسه هنقفله ان شاء الله من الداخل زي نفس التكفيل دي. شوف اللي متقفل شكله جميل بسم الله ما شاء الله مع حضراتكم اهوت. دي متقفل فباذن الله هنقفل الفاصل دي عشان الحشرات وكده، يعني عشان ايه ما تخش حشرات هنا ولا تلبس فيها اي حاجه. ان شاء الله نعمله لعم محمود الشغل الصح، وعم محمود برضو قد الدنيا بحالها. الله يكرمك يا حاج عبد الله، الله يكرمك، الله يبارك فيك، ربنا يبارك فيه يا رب. الله يكرمك، الله يبارك فيك. اللهم صل على سيدنا محمد. تعال عم محمود معلش ملحوظه بسيطه بس. اتفضل. احنا برضو عشان ما نجيبوش البرج للجناب بتاعت السور قسمنا المسافتين، المسافه كان في متر قسمناه على الجنبين، على الجنب اللي ورا والجنب اللي هنا، يعني عشان ما كانش في مسافة وكده. فاحنا ما ينفعش نعمل الباب في الضيق هنا، تمام، ولا ينفع نجيب البرج للحيطة عشان التنافيس دي، تمام، التنافيس بتاعت الحمام دي تطلع ويخشوا منها، بيطلعوا ويخشوا منها. فاحنا استغلينا الأوضة وعملنا فيها برجين حمام بسم الله ما شاء الله. الباب اهوت زي ما انتم شايفين دخلة البرج اهي. فاحنا سيبنا العم محمود اهوت متر من غير محارة بالطينة عشان يلف سيراميك بسبب الحشرات، تمام. هو ده عملنا اول باب اهو زي ما قلنا لحضراتكم. والبرج الثاني يعني برج في باب من داخل البرج يعني بيوصل لنا للبرج الثاني. تعالى يا عم محمود كده ماشي يا حاج. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. فاحنا ما ينفعش زي ما قلنا لحضراتكم نجيب البرج للحيطه عشان التنافس دي، عشان الحمام يطلع من هنا ومن هناك نفس الحركه برضو، يعني سايبين برضو نص متر ورا. بسم الله ما شاء الله. ده هي برضو ملحوظه عشان برضو ممكن في ناس بتسالنا الخشب ده محطوط ليه. الخشب ده محطوط في سبيل تطلعوا تجيبوا من عليه الحمام وتنزلوا من عليه الزبل من وبيمسك الفقار. وبيمسك البرج برضه، وبيمسك البرج معانا بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه الله يبارك له يا رب. الله يكرمك وان شاء الله حاج محمد. احنا بنروحوا في جميع المحافظات في اي مكان في مصر ان شاء الله، يعني بننفذوا مشاريع ابراج الحمام. رقم التليفون بقى عشان ما نتجلوش على حضراتكم. ماشي حاج. 010-235-635-15. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي يا حاج، ماشي يا حاج محمد، ماشي. تسلم ماشي. حبيبي تسلم. الله يخليك.